السلام عليكم وأهلا فيكم من جديد، يا رب تكونوا في أفضل حال. في الدرسين السابقات غطينا عنصرين من السكتش بيس مودلين كومبوننت، وهم الفلورز الأرضيات والسيلينجز الأسقف، وتعلمنا أهم أساسياتها. اليوم بناخذ ثالث عنصر وهو الروف أو الأسطح. كثير منكم ممكن يشوفها صعبة أو شوي معقدة، لكن إن شاء الله ما راح يكون الحال بعد هذا الدرس، لأننا بنفصلها ونقسمها لأجزاء بسيطة يسهل فهمها. وفي الدرس القادم بنشرح بعض المواضيع المتقدمة عن الأسطح. رابط هذه السلسلة للدروس السابقة في مربع الوصف تحت عنوان الدروس السابقة. ننتقل للرفت ونبدأ بدرس اليوم. الخطوة الأولى اللي بنسويها قبل لا نبدأ نرسم الروف أننا نروح للفيو المناسبة. على سبيل المثال بهذا المشروع بنروح للروف ليفل، تمام؟ نضغط دبل كليك علشان نفتحها. لو كانت فاضية ما فيها الطابق اللي تحت ونحن نحب نشوفه، من البروبرتيز ننزل على تحت للأندرلي، عندنا من هنا رينج، نضغط على السهم ونختار ليفل 2 عشان بس نشوف بسهولة ونبدأ نرسم. نبدأ نرسم الروف، بنروح وين؟ للأركيتكتشر تاب، بعدها بنختار من هنا الروف. عندنا سهم صغير لونه أسود، لو ضغطنا عليه بنشوف أن عندنا مجموعة من الاختيارات. إحنا بدرس اليوم بنركز على الاختيار الأول، وطبعاً ما في داعي تفتح السهم علشان تختاره، ممكن بس تضغط على طول من هنا لأنه هو الاختيار اللي موجود برا اللي هو روف باي فوتبرنت. الاختيار الثاني بنركز عليه بالدرس القادم، والثلاثة اختيارات اللي تحت هذه إضافات تنضاف للروف أيضاً بإذن الله بنتكلم عليها في الدرس القادم. الآن بنبدأ نرسم الروف، نختار هذا الاختيار الأول، نضغط عليها. دخلنا سكتش مود، وإحنا تعلمنا بالدروس السابقة كيف نكون داخل السكتش مود. قلنا بتكون لون الشاشة رمادي، وبيكون عن جنب الموديفاي كرييت روف أو كرييت مثلاً فلور على حسب إحنا العنصر اللي بدأنا نرسم فيه، وأيضاً أكيد المود بانل من هنا أن نحط علامة الإكس لو نبغى نطلع من هذا الأمر، أو علامة الصح أن نحفظ ونطلع من هذا الأمر. ممتاز، عندنا هي مجموعة من الأشكال، ممكن نختار الشكل اللي نحب نستخدمه عشان نرسم فيه. وبعدها من البروبرتيز عندنا هذا السهم الصغير، أيضا نضغط عليه عشان نختار نوع الروف، مثلا نبغى نستخدم هذا الروف. وبعدها نحدد الكونسترين، احنا وين نبغى نرسمه. ممتاز، احنا اختار لنا طبعا الليفل اللي احنا فيه، بس ممكن نضغط السهم ونغير لو بدأنا بليفل ثاني، يعني مو مشكلة لو بديت بالليفل مختلف مثلا ليفل 2 أو ليفل 1. ونختار بعد البيس اوفست، لو كنت تبغاها ترتفع على فوق او تنزل على تحت ممكن تستخدم ايضا العدد بالسالب او الموجب عشان تخليها بنفس الليفل او ترفعها على فوق. اخترت كل الاختيارات اللي تبغاها، ابدا بالرسم، مجرد نحط النقطه الاولى وبعدها نسحب ونحط مثلا النقطه الثانيه. خلصنا رسمي، ممتاز، بس من المود نضغط على علامه الصح وكذا بكل بساطه يكون رسمناها. الحين بننتقل ونبدا نتعلم التفاصيل. كيف نحول هذا الروف لفلات روف؟ جدا بسيط وفي كذا طريقة، خلونا نشوفها مع بعض. الطريقة الأولى وإحنا نحدد عليه، ما ندخل ما نضغط على Edit Footprint، لا بس من Properties ننزل على تحت للDimensions، عندنا هنا Slope مثلا هي 30 هذا الديفولت، ممكن نحط 0، نضغط على Enter وكذا بضغط زر خليناها فلات روف. خلونا نشوف مثلا طريقة ثانية، ممكن نضغط عليها إما أن نضغط ضغطتين دبل كليك، أو أننا نروح لأديت فوتبرنت من هنا، ممكن نضغط على ضغطتين طبعا بيكون أسهل. ودائما السكتش مود سواء سيلينج أو روف أو فلور نضغط ضغطتين أو نروح ونضغط على أديت، كلها نفس الشيء، تمام. إحنا عندنا الحين هنا مجموعة من الخطوط، كل خط يعني أربعة، كل واحد فيه شكل هذا المثلث، هذا معناته أنه فيه سلوب، ممكن نحدد عليها كلها ومن هنا نشيل الصح من هنا ديفاين سلوب. طبعا لما تصير بدون الشكل بيكون هذا معناته انها صارت فلات روف، بعدها نضغط على علامة الصح ونشوف انها صارت فلات، او ايضا لما نضغط عليها مثلا حددناها كلها، طبعا نبغى نرجعها رجعناها زي كذا، الحين ما هي فلات، نحدد عليها كلها بعدها السلوب من هنا نخليه صفر، انتر ونضغط على علامة الصح وكذا ايضا صارت فلات. الحين بنشوف العكس، لو نبغى يكون في سلوب بنحدد عليها، ممكن نغير من برا من البروبرتيز من تحت من الدايمنشن من هنا نكتب السلوب مثلا 30، رجعها زي ما كانت وتصير كذا. لكن هذا الاختيار بيكون ما هو اكتف او بيكون رمادي زي اللي تحته لو كان
لما ندخل على السكتش مود نحدد عليها وشلنا الصح من هنا. خلونا نشوف مع بعض، نضغط على علامة الصح، بنشوف الحين لما نحدد عليها لا ما نقدر نتحكم فيها من هنا، بس هي أحد الطرق. ندخل الحين عليها أو نضغط دبل كليك، نحدد عليهم كلهم ونحط define slope عليها صح، ونكتب من هنا مثلا السلوب العدد اللي نبغاه، وبعدها نضغط على علامة الصح. لو كنا ما نبغاها تكون سلوب من كل الجهات، ممكن نحدد على هذه التو لاينز وبعدها نشيل منهم define slope ونضغط على علامة الصح، فتكون بس مرتفعة مثلا من جهتين بهذا الشكل. عرفنا كيف نسويها سلوب دروف، لكن كيف نتحكم في السلوب؟ في كذا طريقة ممكن بدون ما ندخل داخل السكتش مود اننا نحدد على الروف من 3D او حتى من اي elevation، وبيكون عندنا هذه التو هاندلز ممكن نرفعها لفوق او ننزلها على تحت علشان نتحكم بالمقدار. وممكن ايضا بدون ما ندخل على الادت مود او السكتش مود اننا من البروبرتيز نتحكم فيها من هنا زي ما قلنا. وممكن ندخل على الإديت فوتبرنت، نضغط عليها نكون مثلا نبغاها في الروف ليفل، نضغط على اوبن فيو، هي اصلا مفتوحة. بيكون نتحكم فيها من وين؟ طبعا من السلوب، او ممكن نضغط على نفس اللاين ونضغط من هنا ونكتب الرقم او القيمة اللي احنا نبغاها، مثلا نبغاها 25. لو تبغاها كلهم نفس الشيء ممكن تحدد عليها كلها وتكتب من هنا السلوب اللي انت تبغاه مثلا 25، وبعدها نضغط على علامة الصح. يعني ممكن من برا من 3D أو Elevation نحدد عليها، ومن الهاندل ممكن من البروبرتيز سواء كنا داخل السكتش مود أو من برا، أو نحدد على لاين من السكتش لاين ونكتب القيمة جنبه. وهذه كل الطرق الممكنة اللي نتحكم فيها بمقدار السلوب. لو كنت تبغى الروف بشكل غير منتظم ممكن تغير على كل لاين. نحدد على الروف، نضغط دبل كليك أو نختار على Edit Footprint ونحدد على اللاينز ونكتب قيم مختلفة. يعني ممكن تكتب أي أعداد تبغاها مثلاً 20، خلي هذا 5، نضغط على علامة الصح. بيكون شكل الروف غريب، بس يعني لو كنت تبغى توصل لأي شكل قريب من هذا الشكل ممكن تسويها بأنك تتحكم بهذه اللاينز. لما نرسم الروف عندنا بيكون اختيارين يظهرون في الاوبشن بار، واحد الاوفرهانج والثاني الاوفست. الاوفرهانج بس بيكون مع البيك وولز مع هذا التول، لكن مثلا الاوفست بيكون مع الريكتانجل، بيكون مع اللاين، بيكون مع التولز الثانيه. وش الفرق بينهم؟ اول شيء طبعا لما نختار بيك وولز بيكون عندنا الاوفرهانج هو الاكستندد بارت اللي بيكون خارج الروف. خلونا نبدأ بالأوفست ونشوف وش الفرق بين الأوفست وبين الأوفرهانج، لأنها لما نرسم بتكون تقريبا نفس الشيء بس في فرق بينها. خلونا نشوف مثلا أوفست، نكتب القيمة اللي نبغاها وبعدها نرسم. طبعا هو بيسوي أوفست من المكان اللي نرسم فيه على برا، أو لو اخترناها ناقص على جوا. بعدها نضغط مثلا الصح. الحين اللي بيكون لما نحدد مثلا هذا الحائط ونتحرك بنشوف أن الروف والوول ما لهم علاقة ببعض. طيب نتراجع ونجرب الأوفرهانج، نضغط على دبل كليك نحذفها، بعدها نختار أداة البيك وولز ونختار الأوفرهانج ونكتب نفس القيمة بالضبط مثلا. بعدها اللي بتسوي إنه نسوي بيك للوولز، طبعا ممكن نسويها واحد واحد لكن زي ما تعلمنا من الأسهل إنه نستخدم التاب، بس نضغط يعني بس نيجي عند واحد منهم نضغط على التاب لما يحدد لنا كل أربع أو حتى لو كانت أكثر حوائط، وبعدها نضغط ضغطة واحدة. احنا كذا خلصنا، نضغط على علامة الصح. خلونا نشوف لو حركنا الحين الحائط شو بيصير. حددنا عليه، سوينا له موف، بنشوف انهم يتحركون مع بعض، يعني مرتبطين ببعض كأنهم attached. وهذا الفرق بين الأوفرهانج وبين الأوفست. بدرس الفلور قلنا ممكن نستخدم من الاوبننج الشافت عشان نفتح فيها. طيب بالنسبة للروف عندنا اختيارين، ممكن نستخدم الفيرتيكال اوبننج وممكن نستخدم الباي فيس. خلونا نشوف شو الفرق بينها وكيف يكون شكلها. ممكن نختار على الفيرتيكال ونروح نختار من الروف اللي هو ما نضغط عليه بس ضغطة واحدة دخلنا السكتش مود، بعدها نرسم اي شكل احنا نبغاه، مثلا رسمنا بهذا المكان نضغط على علامة الصح. خلونا بنقص سكشن بهذا المكان عشان نشوف كيف يكون شكلها. ناخذ السكشن من هنا لهنا بس عشان نكون قصين فيها.
ممكن نسحبه لهنا بس، وبعدها نضغط اما دبل كليك على السكشن عشان نفتحه، او نضغط في الماوس رايت كليك ونختار جو تو فيو، او طبعا ممكن يكون عندنا هنا نضاف السكشن نضغط عليها ونضغط دبل كليك. كل هذه الطرق متاحة، فاحنا كذا شكلها تكون بهذا الشكل. خلونا نشوف الاختيار الثاني، بنروح للاركتكتشر وبعدها من الاوبننج نختار باي فيس، نضغط على الروف المكان اللي احنا نبغى فيه، ندخل السكتش مود، نرسم بالشكل وال يعني الدايمنشنز اللي احنا نبغاها، واحرص انك ترسم من المخطط، لانك احيانا لما ترسم في الثري دي يكون تحسب انك رسمتها بالمكان الصح بس ما تكون دقيق. بعدها اضغط على علامة الصح. خلونا نرجع نشوف شكلها بالسكشن، بيكون تكون بهذا الشكل، هذا الفرق بينهم، ويكون هذه تقريبا اشكال الاوبننج وطريقة التعامل معها. طبعا ممكن بكل سهولة انك تعدل عليها، ممكن تحددها من 3D او تحددها من سكشن او تحددها من اليفيشن، بس انك تجي عندها وتضغط عليها. لو صعب عليك التحديد بس حاول تستخدم التاب علشان تحددها، وانت محددها اضغط على edit sketch عشان لو تبغى تعدل عليها حجمها شكلها، لما تخلص اضغط على علامة الصح. وهذه كلها طريقتين سهلة وبسيطة انك تفتح فتحات في الروف. لما يكون عندنا فلات روف بنبغى نضيف له ميلان بسيط، اللي بنسوي اننا بنحدد على الروف، بعدها على طول من الموديفاي بيكون عندنا هنا شيب اديتنج، مجموعة من التولز اللي بنسوي. الخطوة الاولى اننا بنضيف بوينت، لما نضيف بوينت بيضيف لنا هو اللاينز، يعني مثلا نجي نضيف بوينت هنا في النص، بعدها بنختار موديفاي سب اليمنت عشان نغير عليها، مثلا حددناها اللي بنسوي مثلا نخليها ماينس مثلاً 50 ونضغط على Enter، هو على طول أوتوماتيك سوى لنا هذه اللاينز. بعدها خلاص نضغط على الاسكيب عشان نطلع منها، والحين سوينا الميلان أو صار عندنا الروف مايل بشكل بسيط. عرفنا قبل لحظات إنه لما يكون عندنا فلات روف كيف نميله، بأن نحدد عليه، وطبعاً قلنا من الشيب إديتينج إيش الخطوات اللي بنسويها. لكن لو أخذنا سكشن وشفنا شكله بيكون كل الروف عندنا مايل، نضغط دبل كليك بنشوف انه كله مايل هذا الشكل. طبعا مو بهذا الشيء اللي احنا نبغاه، ممكن نغير الليفل اوف ديتيل للفاين. اللي بنسويه علشان نعالج هذه المشكله اننا نحدد عليه، وبعدها من البروبرتيز نضغط على edit type، من الستركتشر نضغط على edit من هنا، بعدها ندخل على اللايرز، عندنا لاير الانسوليشن بنحط على الفاريبل من هنا عليها صح، بعدها نضغط على اوكي ونضغط على اوكي مرة ثانية. كذا بيكون من تحت الروف فلات، بس من فوق اللايرز اللي فوق اللي انطبقت العزل هو اللي مايل. تكلمنا عن الاتاتش والدي اتاتش بدرس الحوائط، لكن بنشوف الحين لما نسوي اتاتش للحوائط للروف كيف الروف لما نغير فيه بتتأثر هذه الحوائط. اخذت كوبي منه نفسه بالضبط، هذا الجزء ما راح نسوي له اتاتش، لكن من هنا بنسوي الاتاتش ونشوف التغييرات. بنحدد بالتاب على كل الحوائط، بعدها بنختار attach to base ونضغط على الروف، كذا صارت attached مع بعض. طبعا لو نبغى نتراجع ونسوي لها دي attach، لو انت ما شفت درس الحوائط بس اختار دي attach واختار مرة ثانية الروف علشان تفصلها. تمام، الحين صارت هذا الجزء attach الحوائط للروف، لكن هذا لا زي ما قلنا. الحين بنغير في الروف ونشوف كيف يتأثر لو غيرنا. مثلا غيرنا البيس ليفل، لو خلينا ليفل 2 الحوائط الداخلية ما تحركت، لأن أصلا ما حددناها ولا سوينا لها تاج، بس الحوائط الخارجية اللي سوينا لها تاج تأثرت ونزلت معه. نرجعها لنفس ما كانت، ومثلا نغير الـ offset، مثلا نخليها 600، نضغط على Enter. الحين بنشوف أنه طلع أوكي، لكن الحوائط أيضا ارتفعت مع، مو بس الروف اللي تحرك. ممكن أيضا نغير على الأنجل لنفس السلوب وتتحرك معه، مثلا حددنا عليها نضغط نحدد عليها كلها، غيرنا على التاب، مثلا نغير على الانجل لأي زاوية ثانية مثلا 25 أو 15، نضغط على الصح بنشوف أيضا أنها تتأثر معه، يعني خلاص صار بينهم علاقة. لكن الثاني اللي ما سوينا له أتاتش، لو غيرناها لأي ليفل بنشوف أن الحوائط ما نزلت ولا تحركت معه، أو مثلا غيرنا الأوفست مثلا 800
بنشوف انه طلع والحوائط ما طلعت معه، ولو غيرنا الزاويه نفس الشيء او الاسلوب الانجل للاسلوب ما راح يتاثر، ما راح تتاثر الحوائط مع الروف. فهذا الفرق بين انك تسوي اتاج او دي اتاج، وكيف بتكون العلاقه بين الحوائط وبين الروف. بنكتفي بهذا القدر اليوم، وبنكمل في الدرس القادم بإذن الله. إذا مهتم اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك تنبيه. إذا استفدت اشعرني بالضغط على زر الإعجاب وبكون ممنونة. ولو صعب أو لخبطت بشيء اترك سؤالك في التعليقات وبرجالك في أقرب وقت. لو بتسمعني الآن شكرا على المشاهدة، وأتمنى لك كل التوفيق والسداد. نلتقي بدرس الأسبوع القادم في أمان الله.